أكد سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى على أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال هي القضية المركزية والمحورية الأولى للأمتين العربية والإسلامية إلى حين إحقاق الحق المتمثل في قيام دولة فلسطين المستقلة على حدود 4 من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار فخرو خلال كلمته الذي ألقاها خلال ترأسه وفد الشعب البرلماني المشارك في أعمال الدورة 28 الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي، أشار إلى الانتهاكات الصارخة للاحتلال الإسرائيلي وضربه بعرض الحائط لكل المبادرات الدولية والعربية واتفاقيات السلام. وأكد فخرو أن القانون المسمى إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي يجسد التطرف الصهيوني في تشريع ممارسة الأبرتيد ضد كل من هو غير يهودي، مضيفا كذلك بأن هذا القانون يجمع كل صفات الجريمة بحق الشعب الفلسطيني. وطلب فخرو في كلمته العالم بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني حتى ينصاع للشرعية الدولية، مشيرا إلى أن البرلمانات مطالبة بمضاعفة العمل من أجل تماسك وحدة الأمة العربية بهدف الحفاظ على مستقبلها ومستقبل شعوبها وأجيالها من أجل عودة الحق لأصحابه في فلسطين وحماية الحق العربي في مقدساته. ودعا فخرو البرلمانات العربية إلى العمل على توفير الحماية الدولية للأزمة للشعب الفلسطيني الشقيق في ظل هذه الظروف والمستجدات.